وقع لي واحد الحادثه، اتصلوا بيا الدراري، انا كنت كنصلي وداكشي، اتصلوا بيا الدراري، اتصلوا باختو في التليفون، قالوا ليها ما تخلعيش باش ما يخلعوناش وداكشي، قالوا لها ما تخلعيش وداكشي، راه ماشي شي حاجه صعيبه يعني، غير تجي باش نمشيو للكلينيك، راه اخوكم عنده واحد ضربوا شي حد. هي هذيك ما قدرتش نوض، المهم قاومت وداكشي، مشيت للكلينيك، وصلت على الدراري وداكشي، دخلت لقيت ولدي في حاله لا يرثى لها. هبطت لتحت عنده، لقيت ولدي مضروب، واحد مضروب للراس ديالو وكله دمايات، هو مسكين ملي شاف داكشي تخلع، قال ماما ما تخافيش راه ما عنديش شي حاجه، بلا ما تخافي وداكشي. هي هذيك شفت ولدي في طيح هكاك في سميتو ضاربينو، عيط لي الطبيب وداكشي، دخلت عنده هضر معايا، قال لي الدري ديالك عنده واحد داروا له سكانر، لقاو عنده واحد اموراجي عنده اللور في الراس ديالو. هي هذيك قال لي ما خصناش يعني هما اصلا في الاول ما كانوش غيتصلوا بيا الدراري، كانوا غير غادي يعني الا كانت شي حاجه بسيطه يعني بلا ما يتصلوا بيا وداكشي، كانوا غادي يقضوا يعني داكشي ويجيبوا بلا ما يخلعوني انايا. الطبيب ديالو قال لي اللي ما نقدرش نتحمل واحد المسؤوليه ديال واحد الدري، تقدروا تخرجوه دابا تجي اموراجي انتر ولا توقع له شي حاجه، ضروري تعيطوا لنا الماما. هي هذيك مني مشيت وداكشي، لقيت ولدي في واحد الحاله لا يرثى لها، يعني محن. هي هذيك دخلت عيط لي الطبيب وهضر معايا وداكشي، قال لي خاص الدري ينعس في الانعاش. شحال نعس من اليوم؟ ثلاث ايام. قال لي خصو ينعس 72 ساعه. هي هذيك بدا كيدري كيف بدا الدري كيف فقد الذاكره ديالو، داكشي اللي وقع ليه فقد الذاكره ديالو. الدري واحد الدري صاحبه ساكن معنا وداكشي في السيكسور، قال لي عرفتي شكون ضربني؟ راه ضربني داك الرحيمي. الرحيمي ولي ضربه هو عارف الرحيمي. قال لي راه عرفتي شكون ضربني؟ راه ضربني الرحيمي وكاين خوه. هما خوت بجوج. الرحيمي وخوه. والنزاع كان على حاجه بسيطه، على ولدي ما عنده حتى شي دخل في هذا النزاع، غير دخل هكاك هو عنده المشكل مع واحد الدري ما عرفت شنو قال لك على الكيتشوب ولا داكشي، تناقشوا وياه هذاك الرحيمي بدا كيعرف داك الدري، تناقشوا بجوج وداكشي مع بعضياتهم. الولد ديالي مني نضو بديت يضربوا الولد ديالي، نض بغى يفك الدري، داك الدري الاخر نض مشى هرب باش يجيب شي شنو باش يحامي على راسو، الدري ولدي تبعو باش يعني ما يهجموش على الدري الاخر. مني مشى هرب الاخر، داك الرحيمي وخو داكشي ما بان لهم غير الولد ديالي، بركو كيضربوا فيه، قالوا لي هو اللي كان هز هذاك المطرك باش ضربوا، وبركو كيشتفوا عليه. شحال عطاني 45 يوم، وعيطوا لي قبيله البوليس وديتها ليهم، عطيتهم الاصليه وبقوا عندي هذا الفوتوكوبي. كاينين شهود وشافوا الرحيمي هو اللي ضرب، هو اللي ضربوا، حيت هما ما كاين حتى شي حد تما، على ما انا شفتوا داك الشيء ومشينا، ما كاين مع من غادي يتخاصموا، كانوا هما اللي هذا الرحيمي وخوه هما في كان النزاع ديالهم مع هذا السيد هذا. ملي رجعتي لبلاصه الواقعه قلتي لي لقيتي الدم. ملي حطيت ولدي بعد طمنت عليه وحطيته في الانعاش وخذوا لي في الانعاش، هي هذيك مشيت، ملي مشيت كنجري وداك الشيء، مشيت انا والدراري مشينا لهاد البلاصه ديال فين داروا الحادثه وداكشي، لقيت الدم، لقيت الدم في الارض هكاك فين دار ولدي فين ضربوه. مشينا للكوميساريه ديال غاندي، ديك الساعه خرجوا معنا، مني جاو نيت هما عينوا البلاصه ولقاو الدم ولقاو كلشي، قالوا لنا يلاه، قالوا للولد اللي كان جابو داكشي، قال لي راه يلاه جينا يلاه مشيتوا نتوما، حنا وقفنا في خبرهم كلشي، قال لي راه حنا مني وصلنا وداكشي لقيناك انت يلاه مشيتي، تبعناكم ل20 غشت ما لقيناكش، قالوا لنا ديتو حيت في 20 غشت، قالوا لهم في مقطع ودعيشه، قالوا لهم خاصكم تجيو لنا السكانر، ديروا للدري السكانر حيت ضربه ماشي سهله. داك النهار درت المحضر. اوكي، والسيد عاود السي الرحيمي ولا باقي ما عنديش العلم به.
انا هاد السيده دابا تنوصل ليه واحد الميساج بعدا، انا هاد الولد ديالي ضيع ليه بعدا اول حاجه حياته، مبقى ليه والو، وعنده الباك هاد العام مبقى ليه والو، دوز الامتحان. يعني كيفاش هاد الدري ضيع ليا شحال وانا يعني كنضحي عليه، وشحال وانا زعما هاد الدري كنشوف فيه شحال من حاجه، وفي اخر لحظه يعني واحد الشجره اللي ولدي ما عنده حتى شي دخل فيه، يعني بغي يحامي، نض هو شدو برك كيضرب ليا فيه، يعني باي صفه هو يضرب ليا هاد الولد. انا كنوجه ليه بعدا هاد النداء، كيفاش انت عطاك راسك تضرب ليا ولدي؟ شنو دار لك هاد الولد؟ شنو دار لك هاد الولد اللي تمسو ليا؟ واش انت ولات السيبه في البلاد؟ شنو يعني الدري ما دار لك حتى شي حاجه؟ انت شنو حيت انا ما كنتش عارفه، انت قالوا لي راه كويري، يعني اشنو؟ واخا تكون كيف ما بغات تكون، ماشي كيف، ما عندكش الحق تضرب، ما عندكش الحق. باش دابا ضربوا ليا الراس، درتي بعدا محاوله، كتسمى محاوله قتل، هادي راه محاوله، خصها تمشي جنازه، هادي راه محاوله قتل. انا ما مسامحش لهذا السيد، وما غنسمحش لاي حاجه وقعت ليا لولدي، انا ما مسامحش له. انا كنطالب من هاد المنبر، كنطالب سي الحموش يتدخل ليا في هاد الشيء، وكنطالب بان هاد الشيء اللي انا ما غانيش نسكت عليه، وبغيت حق ولدي، لان ولدي انا ضعت فيه. انا هاد الولد، انا عندي غير ولد واحد، انا ضعت فيه الدري، ما عارفه شنو هو المصير ديالو. يعني اخ خرج الدري كان صحه سلام، خزق هز تريتمون ديال الدواء، قال لي الطبيب عام كامل خصو يشرب هذاك باكي ولا سميتو، خصو يشربو، يعني العام كامل خصو يشربو، الا ما شربش هاد الدواء يقدر يوقع عليه شي انازيف في الزنقه، يقدر يتعرض يعني للزلقه، يطيح، ما خصوش يخرج يشوف الشمس، ما خصوش يخرج بوحدو، يعني ما خصوش يهضر بزاف. يعني انا شنو غادي ندير له؟ هو عنده امتحان بقات ليه شهر ويدوز الامتحان ديالو، يلا شنو ضيع ليا المستقبل ديال ولدي؟ يعني انا شنو غادي ندير لهاد الدري؟ شنو ضيع ليا المستقبل ديالي؟ ودري نقي، ما هو ندري مبني، سولوا عليه مبني، ما تيتعاطى المخدرات، يعني عنده يعني ما نقولش لك سمعه، يعني ما عنده حتى شي دخل في هاد الشيء، يعني الدري بارك، راه كلشي كاين، الدري بارك ما عنده، ما كيعرفهمش، يعني شنو جا مسكين يحامي، بغى زعما يفك، شديته هو مني مشى لهم الاخر، شدوا ليا في ولدي، بركو كيضربوا فيه. انا ما متنزلش على الحق ديال ولدي، كيف داروا كيف ولدي، كيف ولد، كيف ولاد الناس اخرين، يعني ماشي كيف دار ولدي غيديروا لواحد اخر. كاين شي صديق ديالو كان في الحادثة يمكن عطاني شي كلمة؟ راه كاينين لقيت، ملي جيتو لقيتو الدري دخل يشوفو، استضفتوه دابا كاين جا كيشوفو، هو اللي هزو، هو اللي هزو تقول لي، وداه المقطع ودعيشة، ومن تما هي فاش طلبوا لي السكانر وداوه. دابا كنت مريح انا ودراري صحابي في مومني كنتعشاو، ودراري صحابي بيناتهم كانوا كيضحكوا بكيتشوب وداكشي، جات شي حاجه في الرحيمي، ناض في نزاع، والدري كان مريح معانا، فاش ناضوا ويا في نزاع، ناض انا وصاحبي النوزهي، نضنا كنفاكو فيهم، فاش نضنا كنفاكو الرحيمي وخو تحاموا على النوزهي وضربوا بحديده الراس، وفاش جيت انا لقيت كلشي هرب، خلوه طايح بدمايا يشوف الارض، هزيتو انا دغيا ديتو ليرجونس.